فالطبيعي اللي حصل استخدمنا كل ما يمكن لدينا من المازوت، وكمان ابتدينا نزود استهلاكاتنا من الغاز عشان نعوض استهلاك الغاز. لما بنبدأ نسحب من المحطات بتاعتنا ومن الشبكة بتاعت الغاز كميات أكبر، بتبدأ تخف الضغوط في هذه الشبكة، وده اللي احنا أعلناه في مجلس الوزراء السابق، إن حصل تخفيف للضغوط، وبالتالي احنا مضطرين إن احنا نقطع أو نخفف الأحمال لغاية منتصف الأسبوع الحالي، على اعتبار إن احنا نستعيد تاني مرة أخرى الضغوط ونقدر نشتغل على الأمور الطبيعية. ده كان باعتبار حاجة مهمة جدا، إن احنا كنا بنأمل إن الموجة الحارة الشديدة دي تنكسر في خلال الثلاث أربع أيام، واللي كان بيتقال إنها ممكن على انتهاء الأجازة اللي كانت الوطنية اللي كانت موجودة على يوم الحد هتنتهي.